أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة، والبداية بالعناوين. الكشف عن 55 معتقلا سريا في محافظة واحدة. اندفاع حوثي لتفجير الأوضاع في الحديدة. وفي أخبارنا المنوعة، يابانية أكبر معمرة في العالم ما زالت تدرس الرياضيات. يكشف موقع سبتمبر نت التابع للجيش الوطني عن وجود عدد كبير من المعتقلات السرية التي تستخدمها ميليشيا الحوثي في ذمار، ويعنون الموقع 55 سجنا سريا وعاماً لميليشيا الحوثي في ذمار يقبع فيها 3000 مختطف ومخفي قسرا. ويستند الموقع إلى منظمات محلية قالت إن هناك 3000 من المختطفين والمخفين قسرا في سجون ميليشيا الحوثي في ذمار، بينهم 1668 مختطفا من أبناء المحافظة ذاتها. وطبقا للموقع فإن ذمار تحتل المركز الثاني من حيث عدد الاختطافات وجرائم الإخفاء القسري التي تمارسها ميليشيا الحوثي منذ انقلابها على الشرعية واجتياحها لصنعاء. وقال الموقع أن الميليشيا تعتقل ما يزيد عن 30 مواطنا يوميا، إضافة إلى عشرات من العوائل تمنع الميليشيا عبورها إلى المناطق المحررة وتجبرها على العودة إلى ذمار. وأفاد سبتمبر نت أن السجن المركزي في ذمار يعتبر من أكثر السجون ازدحاما بعد أن حولته الميليشيا إلى معتقل رئيسي لمسافرين يتم اختطافهم من نقاط التفتيش التابعة للجماعة المسلحة أثناء مرورهم على الخط العام. في طول الطريق من عدن نحو الضالع يمكنك بعدد قليل من المسلحين إقامة نقاط تفتيش والتدقيق في هوية المسافرين ومضايقة الجميع بلا استثناء. هذا ما جعل مجهولين يقومون بنصب عشرات النقاط وفقا لصحيفة الأيام. حملة أمنية تعتقل 30 مسلحا نصبوا نقاط تقطع في الضالع. وقالت الصحيفة إن قوات تابعة لإدارة الأمن نفذت حملة أمنية استهدفت نقاط التقطع والجباية في الخط الرابط ما بين منطقتي سناح وحجر غرب المحافظة. وقال مصدر أمني للأيام أن الحملة أسفرت عن اعتقال 30 متهما من المتقطعين بعد محاولة هروبهم، حيث كانوا يقومون بالتقطع لسائقي القاطرات وشاحنات النقل الثقيل وفرض مبالغ باهظة عليهم. وأضاف المصدر أن هذه الحملة جاءت لإنهاء عملية التقطع في خطوط المحافظة. وقال العقيد أحمد قائد إن الحملة الأمنية تمكنت من ضبط أغلب المتقطعين وسيتم ملاحقة واعتقال من تبقى منهم خلال الأيام القادمة. هكذا تتوزع حصص المتحاربين على الأرض، تحت هذا العنوان كتب محمد عبد الوهاب الشيباني مقاله المنشور في الموقع بوست. المجلس الانتقالي في الجنوب، وبعد أن بات قوة بأذرع أمنية وعسكرية وإعلامية، صار يقدم نفسه كوريث لكل قوى الحراك السلمي مجتمعة، ويستخدم كل الأساليب لتعزيز نفوذه على الأرض، وفي مقدمها خطاب الكراهية القروي ضد كل ما هو غير جنوبي لاستقطاب مناصريه الباحثين عن حلم استعادة الدولة التي يتيقنون أن الشمال قام بتجريفها. أما محاولة ضخ الحياة في تكتل موالي صالح العسكري والسياسي وقيام راعي الحرب الثاني الإماراتي أيضاً بفرضه كقوى على الأرض وتمكينه من الشريط الساحلي الغربي، شريط التهريب التاريخي المؤسس لنظام صالح، بدأت أشبه بعملية تعمية أخرى لإيهام الرغبويين أن التكتل قد صار رقماً في معادلة التقاسم، حتى وإن بدا الطرف الأضعف في أضلاع المربع وإن سلمت له الحديدة وموانئها. والأكثر ضعفاً من بقايا مؤتمر صالح ومواليه هي الأحزاب والقوى السياسية المدنية التي ليس لها أذرع عسكرية، وشتتتها الحرب الطويلة على متارس المتقاتلين تاركة لمتحزبيها ومناصريها الهوان والحسرة، ولا يعصمهم وأبناءهم من الجوع غير الاحتماء بجبل الهلام وهو الترقيم المالي في صفوف الجيش. أما العناصر الحزبية الانتهازية الموالية لقيادة هذه الأحزاب وذات الصوت المرتفع فقد جرى ترتيب أوضاعها الوظيفية في جسم الشرعية المترهل لإسكاتها. شعار الظلامة المكرور الذي يلعب عليه المجلس الانتقالي تحول إلى حالة ابتزاز دائم لحكومة هادي الغارقة في الفساد، فالمحسوبون على الجنوب والمجلس في الحكومة ومؤسساتها ومرافقها هم أكثر بكثير من غيرهم، وانتفاعهم من الموارد والجبايات
وكذا استفادة مدن الجنوب من ممارسة الحكومة لنشاطها فيها شيء لا يمكن القفز عليه أو تجاهله. ومع ذلك يصر المجلس على لعب دور التابع لمشروع القوى الثانية في التحالف التي استنبتته، ويتبنى مواقفها وقناعاتها. لهذا لا غرابة أن يصف رئيس المجلس الاحتلال التاريخي البريطاني للجنوب بأنه كان نوعاً من الشراكة التاريخية. أصوات النساء لا تزال عالية في صنعاء، وهو الصوت الوحيد المعارض لميليشيا الحوثي العالي هناك. المصدر أونلاين قال بأن عشرات من النساء والفتيات في صنعاء قمنا بوقفة احتجاجية تنديداً بالانفلات الأمني وتكرار حوادث اختطاف الفتيات في العاصمة، حيث تكررت في الآونة الأخيرة حوادث اختفاء الفتيات، كان آخرها ما حدث قبل يومين حين اختفت طفلة تبلغ من العمر 12 عاما في منطقة عصر بصنعاء تدعى غدير محمد علي غانم العصري. أسرة الطفلة قالت أن طفلتهم خرجت من مدرستها ولم تصل إلى المنزل، لكنهم أثناء بحثهم عنها وجدوا حقيبتها المدرسية وجاكيت كانت ترتديه فوق الزي المدرسي ملقيات على قارعة الشارع الرابط بين البيت والمدرسة. وحول الانتهاكات ضد النساء أيضا يقول الموقع بوست أن انتهاك وامتهان النساء في اليمن وصل حدا غير مسبوق، وذلك وفق بيان نشرته منظمة رايتس رادر، والتي أضافت أنه يجب التحقيق العاجل في قضايا الاختطاف والاغتصاب التي تعرضت له العديد من اليمنيات. المنظمة ومقرها في هولندا استنكرت ما تتعرض له النساء من انتهاكات تتعارض كليا مع القوانين والأعراف الاجتماعية اليمنية، خاصة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي وكذلك تلك المدن الواقعة تحت سيطرة قوات تدعمها الإمارات في الجنوب. وذكر راصد رايتس رادر أن المرأة في مناطق سيطرة الحوثيين أكثر عرضة للانتهاكات الجسيمة، خاصة في الأسر المناهضة للحوثيين، فهنا عرضة للاختطاف والمطاردة والاعتداء الجسدي والقمع والإخفاء القسري بل وأحيانا القتل. لكن الأدهى من كل هذا كما نقلت المنظمة بأن قضايا الانتهاكات الجسيمة ضد المرأة تحاط بسرية تامة، حيث يلجأ أهالي الضحايا إلى التكتم الشديد حفاظا على شرف العائلة أو تفاديا للوصم بالعار المجتمعي. عندما تصبح الخيانة وجهة نظر، تحت هذا العنوان كتب محمد أمين مقاله في العرب الجديد. لم يكن أي عربي يتصور يوماً أن تتحقق نبوءة ناجي العلي، أن تصبح الخيانة وجهة نظر. ولعل السؤال اليوم، لو كان ناجي على قيد الحياة، فماذا كان سيكون رسمه الكاريكاتوري عن ذلك المشهد السوريالي الذي وقف فيه مندوب العربية السعودية في اجتماع في عمان لممثلي البرلمانات العربية، أي مندوب بلد قبلة الإسلام والمسلمين، معترضاً على تجريم التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. ثلاث نقاط بالغة الأهمية ينبغي الالتفات إليها في تلك الواقعة. الأولى، دلالات هذا التحول الخطير في موقف الرياض التقليدي تجاه القضية الفلسطينية الذي تحول من داعم لفلسطين وقضيتها شعبياً ورسمياً، معتبراً المسجد الأقصى أحد أركان الدين قبل السياسة، إلى التطبيع مع المحتل. الثاني، بالغ الأهمية، الموقف الصلب لرئيسي مجلسي النواب الأردني والأمة الكويتي عاطف الطراونة ومرزوق الغانم. فالمملكة الأردنية ودولة الكويت على الرغم من كل الضغوط صمدتا، ويجب القول إنهما باتتا معبرتين عن الضمير الشعبي العربي. الثالث، أن قضية فلسطين هي ركيزة في الوعي الشعبي العربي، وأن محاولات الأنظمة تجييف الذاكرة العربية ستبوء بالفشل، وهذا باعتراف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي قال إن الزعماء العرب ليسوا عائقاً أمام توسيع علاقات إسرائيل مع جيرانها من الدول العربية، وإنما الحاجز الذي تصطدم فيه إسرائيل وتخشاه دائماً هو الشعوب العربية والرأي العام العربي. عملية الهرولة الرسمية الحالية تجاه إسرائيل ظاهرة لم تفضي إلى شيء، وإنما تعكس سياسات مراهقة تنم عن ضعف الخبرة السياسية للقادة الجدد في المنطقة وضحالة ثقافتهم، لأن قراءة سريعة للتاريخ ستكشف لهم أن كل من راهن على إسرائيل ورضاها رحل من دون أن تتمكن تل أبيب من حمايته. ومن المستغرب استمرار حكام عرب في الاعتقاد أن شرعية الحكم تستقى من الخارج
فضلاً عن أن تستجلب من إسرائيل. تسبب قرار الأمن المصري بمنع انعقاد مؤتمر الائتلاف الجنوبي اليمني الداعم لشرعية الرئيس هادي في العاصمة المصرية القاهرة، والذي كما تذكر صحيفة العربي الجديد يعول عليه بأن يكون كياناً موازياً للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، ما سبب جدلاً واسعاً خاصة بعدما هدد رجل الإمارات الأول في الجنوب نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك، هدد منظمي المؤتمر باستخدام الأمن المصري لمنع عقده. وعكست تصريحات مصادر دبلوماسية عربية ومصرية تواصلت معها العربي الجديد وجود تباين حول الأسباب الحقيقية التي دفعت السلطات المصرية إلى التراجع عن موافقتها على السماح بعقد المؤتمر الأول للائتلاف على أراضيها. وفي أحدث رواية مصرية قالت مصادر رسمية العربي الجديد أن السبب يعود لمشاركة قيادات في حزب الإصلاح في المؤتمر. وبحسب المصادر المصرية فإن مسؤولين بارزين في دولة الإمارات برروا مطالبتهم القيادة المصرية بعدم إقامة المؤتمر بوجود قيادات محسوبة على تيار الإخوان المسلمين، في إشارة لقيادات حزب الإصلاح بينهم وزير الشباب والرياضة نايف البكري. تصف صحيفة الشرق الأوسط ما يحدث في الحديدة بأنه اندفاع حوثي لتفجير الأوضاع في الحديدة. وقالت الصحيفة ظهرت مؤشرات جديدة إلى اندفاع حوثي لتفجير الأوضاع في الحديدة عبر تكثيف الهجمات وقصف المواقع الحيوية وأماكن تمركز القوات الحكومية شرق المدينة وجنوبها. واستندت الصحيفة في توصيف ما يحدث بالاندفاع إلى حديث وزير دفاع الميليشيا الذي هدد بتصعيد القتال في مختلف الجبهات، وقال إن لدى جماعته منظومة أسلحة جديدة لم تستخدمها سيتم استعمالها في الأيام المقبلة وفي الوقت المناسب. تهديد جماعة الحوثي جاء بعد أيام من إبلاغها لمسؤولين أمميين في صنعاء عن تمسكها بوجودها الأمني والإداري وأجهزة الانقلاب في الحديدة وموانئها وعدم تسليمها للقوات الأمنية التابعة للحكومة الشرعية أو للسلطات المحلية التي كانت قائمة في المدينة وموانئها قبل الانقلاب. كيف يمكن الدفاع عن إنسانية مشتركة للجميع؟ تحت هذا السؤال كتب خالد منصور مقاله المنشور في موقع درج، مضيفا في أجزاء من المقال. قبل 15 عاما نجوت من هجوم إرهابي تعرض له مقر الأمم المتحدة في العراق. قتل الانفجار الضخم 22 من زملائي في المنظمة الأممية، وراح معهم حاجز كنت قد شيدته من دون وعي في الأغلب لسنوات طويلة قبلها بيني وبين المآسي المحيطة بسبب ظروف عملي. ساعدني هذا الحاجز النفسي في التغلب على مشاهد فقر مدقع وانحطاط قصري مريع، مشاهد موت وحشية وأعمال العنف لا يمكن تفسيرها. كان هناك دائما تهديد جاثم بالقرب منا يخيم على حياة العاملين في حقل المساعدات الإنسانية، والذين هم في الوقت ذاته أسعد حالاً من الناحية المادية ممن يحتاجون إلى تلك المساعدات بسنوات ضوئية. ظللت على مدى شهور بعد هذا الهجوم أتأرجح على حافة هاوية من الذكريات الدموية تفيض مشاهدها كسيلاً لا ينقطع: مخيم جنين الذي دكه الإسرائيليون في الضفة الغربية، مقابر صغيرة لأطفال ماتوا نتيجة سوء التغذية في هيرات غرب أفغانستان، وقصص تعذيب مفزع تعرض له سجناء سياسيون أو حتى مشتبه بهم من سوريا إلى باكستان وغيرهما. لم تختفي هذه المشاهد على أرض الواقع، بل وكثرت مثيلاتها في السنوات التالية، لكنني لم أعد أحاول تفاديها كلية لأشيح بنظري إلى جهة أخرى لأحمي نفسي من فظائع مفرطة القسوة في مناطق الاقتتال والاضطراب السياسي. وهي أيضاً دعوة إلى المقاومة، مقاومة الوحشية بالسبل الإنسانية كافة، من خلال الكتابة والتعليم والتعلم والعمل التطوعي، والأهم من ذلك العمل مع جماعات وأفراد من أجل الدفاع عن كرامة الأشخاص في مناطق الصراعات وحقوقهم. وباختصار، فإن ما بتنا نحتاج إليه هو العمل على تصور وبناء وإعادة بناء ربما لا ينتهي أبداً لما تعنيه إنسانيتنا المشتركة وكيف نحميها. ظل اختراق حاجز الصوت حلماً يراود البشرية إلى أن تم تحقيقه وصنع البشر لطائرات تسافر وتتجاوز سرعتها سرعة الصوت. وقد أقدمت وكالة ناسا على خطوة جديدة، وهي وفقاً لصحيفة الحياة اللندنية، ناسا تنشر صور عالية الدقة لطائرتين تخترقان جدار الصوت، حيث التقطت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا صوراً هي الأولى من نوعها لموجات صدمة خلفتها طائرتان أسرع من الصوت في إطار الأبحاث الرامية إلى تطوير طائرات قادرة على اختراق جدران الصوت من دون إحداث انفجار صوتي.
وعندما تتخطى سرعة الطائرة سرعة الصوت قرابة 1225 كيلومتر في الساعة تحدث موجات صدمة، ويتغير ضغط الهواء بسرعة ما يؤدي إلى انفجار صوتي. وانطلقت طائرتان من طراز تي 38 من مركز نيل البحثي في صحراء موهافي في كاليفورنيا، وحلقتا على مسافة 9 أمتار لا غير تفصل بين الواحدة والأخرى. وكلف الطائرة الثالثة بواسطة تقنية متقدمة جدا بتصوير موجات الصدمة الناجمة عن الطائرتين اللتين اجتازتا حاجز الصوت جنبا إلى جنب تقريبا. وتثير الانفجارات الصوتية ضجة قد لا تضايق الأشخاص فحسب، بل أنها قد تلحق أضرار أيضا بالزجاج وتكسر النوافذ مثلا. ويعد التقاط صورة مفصلة لهذه الدرجة أساسيا لتطوير طائرة X-59 التجريبية، التي تأمل وكالة ناسا بأن تخترق جدار الصوت مع إحداث هدير بسيط. من أخبارنا المنوعة ما نطالعه من صحيفة القدس العربي، والتي عنونت: يابانية أكبر معمرة في العالم ما زالت تدرس الرياضيات. وفي وقت يواجه فيه الفتية صعوبات في دراسة الرياضيات، فإن المرأة اليابانية كما ذكرت موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية ما زالت تستمتع بدراسة الرياضيات رغم أن عمرها يبلغ 116 عاما و66 يوما. وحصلت كانا تانكا على شهادة بهذا اللقب في دار مسنين طبقا لموسوعة جينيس التي تنشر سجلا سنويا للأرقام القياسية العالمية والنوادر والغرائب والطرائف. وتم منحها اللقب بعد وفاة امرأة يابانية أخرى عن عمر ناهز 117 عاما، ما زالت تستيقظ في 6 صباحا يوميا وتنام في 9 مساء. الريشة عندما تتدخل في رسم الصورة والألوان التي تغطي على ما عداها حتى ذلك السلاح المحمول على الأكتاف، حولته عدسة مصور محترف إلى صورة جميلة. كل هذه التفاصيل للصور نتابعها معا في جولتنا اليوم من صحيفة التلغراف. ماذا تقول لنا الريش اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف. نتابع. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج كشك الصحافة. في أمان الله.